اياكم على الشاشه ما شاء الله، راح نشوفها جميعا. يا اخي والله هنيئا لمن ساهم في هذا الوقف. الان هذه الصبات وهذا البلوك وهذا الاعمده دي تراها وقف الى قيام الساعه ان شاء الله. وقف الايتام والفقراء والمساكين داخل حد الحرم يكون ريعه على الفقراء والايتام والمساكين والارامل، تكون لك صدقه جاريه الى قيام الساعه ان شاء الله. المقطع الثاني نتابعه. شوف المقطع الثاني، ما شاء الله تبارك الله، الله يكتب اجرهم يا رب يا كريم. اسمع، تراك انت المستفيد الاول والاخير من هذا الكلام كله. وقف الايتام والفقراء والمساكين داخل حد الحرم يكون ريعه على الفقراء والايتام والمساكين والارامل، تكون لك صدقه جاريه الى قيام الساعه ان شاء الله. يا ما شاء الله تبارك الله، يا ما شاء الله تبارك الله. اسال الله العلي القدير في هذا اليوم في هذه الساعه ان الله يتمم هذا الوقف يا رب يا كريم، وهذا المقر يا رب يا كريم. شيخ فلاح، اللهم امين. ايش جذبك الموقع اللي قبل شوي؟ انا اقول ترى اليوم حقيقه الموقف اللي قبل شوي اللي شفته بعينك. انا اقول ترى اليوم هو اعظم يوم طلعت عليه الشمس. لا اله الا الله. هو يوم عرفه. نعم. ويوم تقول فيه العثرات. لا اله الا الله. ويوم اعظم واكثر ايام يعتق فيها الرقاب. ما شاء الله تبارك الله. وايام يغفر فيها ويوم يغفر فيه الذنب. فلا تبخل على نفسك ان تنفق في هذا الوقت. تراها الان يبنى الاساس، يبنى الاعمده، يبنى الجدران، يبدا السقف. فلا تكن انت في اخر السبق، كن من الاول السابقين. ولا تبخل تقول 300 ريال الان حط، ادفع 300 او 350 حطها وقف نيتك، وقف لك ولابوك ولامك ولاخوانك ولذريتك ولجدانك. لا تحقرن من المعروف شيء. لا تقول والله 300 ريال والله واجده. لا نصيحه محب. المشاة قائمة قبل شوي، خلاص شغلي فيها، خلاص الآن يشتغلون. بس لا تبخل على نفسك يا أخي، لا تبخل. والله على يا فلاح، ايش عاد نقول؟ نخلي لا تبخل على نفسك. قال الشيخ فلاح، إيه؟ قال كلام جميل، قال ان الوقف تراه قائم. يا سلام، يعني بك ولا هذا كلامك صحيح قبل شوي قلت. إيه؟ انت يا بتقول قائم فعلا. هذا احد الزملاء المتواجد ايش في مكان الانشاء، اعطانا تقرير مبسط في مقطعين مبسطه. هذا شيء بس احنا نوصله رساله الى الجمهور، الى احبائنا، خواتنا واخواننا وابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا الباقيين على وجه الارض. هذا هو الوقف اللي تشوفونه الان امامكم، عرض الان على الشاشه. يا جماعه خير، الوقف المنشاه قائمه مثل ما قال الشيخ فلاح، لكن انت ساهم ب 350 لك ولعائلتك. يا اخي ما قلت لك لحالك، ما قلت خلي اخوك وانت وفلاح وانا كل منا يقدم 350. انا وفلاح والربع ذا كلهم في مجلس واحد، ممكن الان اطلع جوالي طبعا اقدم. انا ما عندي التطبيق، عندي مقفل عندي الان، ممكن اطلع جوالي وما اقول عني وعن رائد وعن فلاح وعن فيصل وجميع المسلمين، وارسلها الان وانا جالس في 5 ثواني. ما تخلك شيء يا اخي، عنك وعن امك وعن اخوانك وعن خواتك، در عليهم في الصاله، قول يا يمه ابشري، يا يمه ابشري، يا يبه ابشري، يا اخوي ابشري، يا اختي، تراني قدمت سهم وقف 350 لنا وجميعا بنيتنا كلنا. يا اخي هذا شيء عظيم يا شيخ فلاح. اليوم انا جاي اسمع الشيخ سعد الخثلان يتكلم عن الاوقاف. إيه؟ بعض الناس يظن ان الوقف لابد انه هو اللي يدفع. لا تقدر ان تدفع لابوك الميت. يا سلام. لامك اللي في قبرها، لاخوك، لاختك، يا سلام، لرفيقك اللي متوفي. ما هو بلازم انه يكون على قيد الحياه، حتى لو تدفعه انت وتنويه عن نفسك انت كحي، عن ابوك، امك، صديقك، رفيقك، زوجك، زوجتك، ايا كان. لا تبخل. ترى الاجر يجي وهو في قبره. ترى هم الان اذا كان الميت في اشد الحاجه، واليوم هو اليوم من اعظم الايام. لا. تقل فيه العثرات وتتصدق فيه، والرب يطلع على عباده ويقول اشهدكم اني قد غفرت لهم. فكن من الناس اللي غفر ذنبه. فكن من الناس اللي غفر ذنبهم في هذا اليوم وتصدق، وترى من أعظم أيام الدنيا على الإطلاق. يبشر الميت